يلتقي الآن الأهلي مع الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري الممتازة، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التعادل السلبي. ويحل بيراميدز غدا ضيفا على فيوتشر في الجولة 32 من الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق طلائع الجيش، بينما يلتقي غزل المحلة مع مصر المقصة. تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لمثلهم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. بهذا التعادل اكتفى مانشستر سيتي بنقطة وضعته في المركز الثاني، بينما حل نيوكاسل خامسا برصيد 50 نقاط. خسر تشيلسي من مضيفه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي. بتلك النتيجة تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز 12، بينما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز 2. نهاية أخبار الرياضة، وعودة لإيمان وحكمة إليكم.